كثير نسمع يشتكي ويقول بان ليت اليوم بدل 24 ساعه يصير 36 ساعه اذا مو 48 ساعه، وانا واحد منهم على فكره. المهم اداره الوقت وتحديد اولوياته من اصعب المهام اللي تواجهنا مع الزياده ضغوط العمل، وتتعدد المهام اللي يتعين علينا انجازها، وفي الوقت نفسه طبعا يشوف الواحد منا يمكن انه ما هو قادر على تحديد اي المهام يجب انجازها اولا. علشان كذي مشاهدينا الاعزاء راح نتكلم اليوم عما يمكن ان نسميه فن اداره الاولويات واهميتها ومدى احتياجنا اليه، مع ضيفتنا الاستاذه مريم كرم، مدربه تنميه بشريه معتمده، ولكن بعد هذا التقرير. اذا بين وقت لم يدرك وعمل لم ينجز ضيع عند البعض بوصله الحياه، شنو السبب يا ترى؟ ضيفتنا طبعا الاستاذه مريم حسن كرم، مدربه تنميه بشريه معتمده، راح تقول لنا. نقول لك صباحك ورد بالبدايه. صباح الخير جميعا، اشكركم على هالاستضافه الحلوه في موضوع جدا مهم لازم الكل يتعلمه. ما اعتقد ان في احد ما عنده معرفه باهميه الوقت، خصوصا ان الله سبحانه وتعالى قسم لنا يومنا وقسم لنا حياتنا الى اوقات، مثل عندنا اوقات الصلوات الخمس، عندنا فتره الصيام في شهر رمضان المبارك، عندنا فتره الحج. ولكن اللي حاصل عندنا او عند اغلب الناس عدم تقدير لهذا المورد المهم جدا في حياتنا. صحيح انه هو مورد متجدد كل يوم، ولكن لحظه او ثانيه واحده تضيع منا مستحيل انها تتجدد. فهو اللي حاصل عدم تقدير لهذا الشيء. لهذا المورد. استاذه مريم، يعني الاداره او المانجمنت هو فن وهو علم وهو متشعب جدا، ومو كل من يقدر يكون فنان او شاطر بالاداره، فما بالك بعد اداره الوقت، قد يكون امر مهين على الكثيرين. فايش رايك يعني شلون الكل يقدر يدير وقته على الاقل؟ يعني هو فعلا هو شيء جدا مسهل، خصوصا مع الواقع اللي عايشينه. احنا اغلب الناس مو قادره تدير وقتها مع مضيعات الوقت الكثيره اللي حوالينا، اللي اهمها هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي بايقه منا وقتنا بشكل مو طبيعي. النت يعني. بالضبط. ولكن كل شخص لازم تتولد عنده رغبه من داخله، رغبه قويه انه هو يبي ينظم وقته ويديره، عشان بالتالي حياته تنتظم مع هذا الشيء. زين، الرغبه موجوده، لكن شلون نحدد الاولويات؟ يعني كيف ممكن نكتسب هذه المهاره؟ هذا الشيء يكون في تحت، يندرج تحت مصفوفه اداره الاولويات. اول شيء انت اذا تبي تكتسب المهاره لازم بعد الرغبه القويه في تنظيم الوقت، انت لازم تقرا وتتدرب وتتعلم كثر ما تقدر عشان تتكون عندك المهاره. راح تشوف ان هالشيء راح يتكون عندك بالتدريج. لما تشوف ان وقتك جوهره مهمه وثمينه بالنسبه لك، راح تتدرج في وتتفنن بعدين في انك تدير وقتك بشكل سليم وصحيح. نعم. استاذه مريم، مرات يصير في التباس بالاولويات، شلون؟ يعني ممكن ان الانسان عنده عده امور وكلهم مهمين وكلهم بنفس مستوى الاهميه، فشلون الواحد على هالاساس ياسس ويرتب وقته ويعني ويؤدي مثل الادوار اللي لازم يؤديها والواجبات اللي عنده؟ كلنا عندنا امور امورنا بنسويها وكلها مهمه. نعم. كل شخص عنده امر يبي يسويه هو مهم بالنسبه له. ولكن لازم اعرف شلون اصنف هذه الامور من حيث درجه اهميتها. عندي شيء اهم، ثم مهم، ثم اقل اهميه. هذا الشيء مثل ما قلنا مساء يكون في مصفوفه اداره الاولويات. مصفوفه اداره الاولويات عباره عن صفين وعمودين، كنا جدول. الصف الاول تكون فيه الامور المهمه، الصف الثاني تكون فيه الامور غير المهمه. بعدين نيجي حق الاعمده، العمود الاول هي الامور العاجله والعمود الثاني هي الامور غير العاجله. تتقاطع الأمور العاجلة مع الأمور المهمة في المربع رقم واحد. هي تصير أمور طارئة، أمور عاجلة ومهمة، أمور طارئة تينا فجأة. مثلا اجتماع مفاجئ وضروري الحين أنا لازم أروح له. حدث طارئ يصير. تتقاطع بعدين في المربع اثنين، تكون عبارة عن تقاطع أمور غير عاجلة ومهمة. هي أمور مهمة بالنسبة للجميع أو بالنسبة لي، ولكن غير عاجل. شنو يعني غير عاجل؟ غير عاجل عندي ملحظية عندي علم مسبق فيها. مثلا الامتحانات قبل فترة يقول لي مثلا المدرس أو الدكتور أنه في امتحان بهذه الفترة. هذا المربع، المربع رقم اثنين، احنا نسميه مربع التوازن، مربع التخطيط. كثر ما نقدر نحاول أن نظل في المربع رقم اثنين واللي هو مربع التوازن.
بعدين نجي حق المربع رقم 3 اللي هو عبارة عن تقاطع عمود عاجل مع غير مهم. هذا المربع رقم 3 مثل شنو؟ مثل المكالمات الهاتفية الغير منتجة. أنت في عز شغلك تيك مكالمة هاتفية هي عاجلة صارت، ولكن من الممكن أنها تكون غير مهمة، موضوعها غير عاجل، موضوعها غير عاجل، غير مهم، مو غير عاجل، غير مهم. نجي حق المربع الرابع، هذا مربع التسويف، أمور غير عاجلة وغير مهمة. هذا مربع الراحة، مربع نقول إحنا اللي 24 ساعة تليفونهم بيدهم، اللي دائما نايم، دائما ما يبي يشتغل. مربع التنابل. التنابل بالضبط، هو مربع التسويف. طبعا مو غلط الإنسان يكون عنده جزء من يومه في هذا المربع. لكن لا يطغى على. بالضبط، لا يطغى على غيره. زين، المشكلة أن البعض أحيانا يحاول ويسوي لكن يحبط، لأن يشوف في وايد أشياء. شلون ممكن نحقق التوازن وندفع للنجاح وان ما تصير عند هذه الحاله من الاحباط؟ طبعا كلنا معرضين للفشل، ومو غلط ان الواحد يفشل. صح. ولكن لما احاول مثل ما قلنا كثر ما اقدر اني ارتب اولوياتي على حسب المصفوفه السابقه اللي قلنا عنها، ويحاول الواحد كثر ما يقدر يكون في مربع التوازن اللي هو مربع رقم 2، مربع التخطيط، هني راح يتحقق لي توازن نفسي. واقدر انا اعيش مرتاح. التخطيط جدا مهم في جداً كل الحالات. جدا مهم. طيب ممكن تعطينا يعني بعض الامثله اللي ممكن يعني تجيب على التساؤلات او الفرضيات اللي الشخص لازم يحطها وقت ترتيب الامور والاولويات اللي ذات اهميه، ما مثل ما قلتي الاهم المهم والأقل أهمية. أول شيء الواحد لازم يحط في باله أن كل شيء هو يبي يسويه هو شيء مهم بالنسبة له. حتى لو أنا شيء عندي مهم ممكن يكون عند أستاذ عبد الرضا مو مهم، أو ممكن يكون عندك أنت مو مهم. هذه قناعات بس. أي هذه قناعات بس هذا شيء مهم عندي أنا، فما لي شغل بغيري. ثانيا الشخص اللي قادر انه يدير وقته هو شخص قادر على إدارة ذاته. ولما يكون قادر على إدارة ذاته معناته راح يدخل من ضمن 3% من الناجحين حول العالم. 3%. 3%. واو. تخيلي ناجحين حول العالم بس 3%. نعم. بعدين قصدك ناجحين من اي ناحية بس عشان ناجحين في حياتهم، انه شلون يقدرون ينظمون يومهم ويقدرون ينجحون في حياتهم. ثالثا عندي قاعدة اسمها قاعدة باريتو. اللي هي قاعدة 20-80 إذا سامعين فيها. شنو هي؟ 20-80 هي 20% من الأمور اللي تركز على عملها. نعم. راح توصلك حق 80% من الأهداف اللي أنت حاطها حق نفسك. مثال على ذلك، عندي أنا قائمة أعمال فيها 10 أعمال أنا بأسويها. لو تشوفون أني إذا ركزت على عملين من هالأعمال اللي أنا حاطتهم بالقائمة راح أقدر أوصل حق 80% من الأهداف اللي أنا حاطتها حق نفسي في حياتي. مثال آخر على هذه القاعدة، أي منظمة عمل أو مؤسسة عمل نشوف أن 20% من الموظفين قادرين على انهم يوصلون حق 80% من النجاح في هذه المنظمه. نعم. عساك على القوه ان شاء الله. طبعا احنا يعني استمتعنا بحديثك كثيرا واستفدنا كذلك، ونحتاج ايضا لقاءات اخرى مع استاذه مريم كرم اللي هي طبعا مدربه تنميه بشريه. شرفتينا ونورتينا. مشكورين وحياك الله. الله يحييك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. يا جماعه طبعا كثير من الناس اول ما يقعدون من النوم ما يعرفون الا لازم قهوه ولا شاي. ليش؟ هذا طبعا عشان موضوع الكافيين اللي يتكلمون عنه، وبالتالي الماده هذه احيانا لها ايجابيات واحيانا لها سلبيات. هي بالنهايه لها مثل ما قلنا فوائد وسلبيات، هذا راح نعرف اكثر عنه من خلال تقريرنا التالي. خلينا نشوف مع بعض تقرير الكافيين.